نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، الإخوة الكرام، الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود أن أتقدم لحضراتكم بخالص التهنئة والتبريكات على استقبال هذا الشهر المبارك، الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم. والله أسأل أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يعيننا على أداء الحقوق، حق الله تبارك وتعالى وحق العباد، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. رمضان مبارك. Dear respected brothers and sisters, I'd like to congratulate you for the holy month of Ramadan, asking Allah subhanahu wa ta'ala to help and support all of us to fast, pray, recite Quran, tahajjud, qiyam al-layl, and help us to act the duties of Allah and His servants over us. Ramadan Mubarak. Queridos, respetados, hermanos y hermanas, me gustaría facilitarlo por el sagrado mes de Corán, de Ramadán, pidiendo a Allah que nos ayude, que nos apoye para ayunar, orar, recitar el Corán, y nos ayude a cumplir los deberes de Allah y sus siervos sobre nosotros. Ramadán Mubarak. Assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته. إمام إيهاب عبد الجواد.